خلال تفقده عددا من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، الرئيس السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء محاولات تسفيه جهود الدولة. في يوم عيده، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص الدولة على دعم الفلاح وتوفير حياة كريمة له. في أول خطاب رسمي له، ملك بريطانيا تشارلز الثالث يتعهد بخدمة الوطن ويعين الأمير ويليام وليا للعهد. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى دائما إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من قبل الدولة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت قيام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى، مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد، وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كيلومتر وخمس حارات مرورية لكل اتجاه. سيادتك صدقت على إنشاء العديد من المحاور لتخفيف وربط مناطق شرق القاهرة وجنوب القاهرة ومناطق غرب القاهرة بمناطق القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية. لو اتكلمنا يا فندم على محور ياسر رزق، محور ياسر رزق يا فندم الهدف من إنشائه هو نقل الكثافات المرورية وتوزيعها في مناطق وسط البلد، من الناس يا فندم بتمشي سيادتك على طريق صلاح سالم والاوتوستراد ويرجعوا إلى الطريق الدائري، فخلانا محور يا فندم جديد يبدأ من تقاطعه مع طريق صلاح سالم بطول 9 كيلومتر. تم تاهل المرحله الاولى يا فندم بسيادتك كنت اتشرفنا عليها من شهرين بطول 2 كيلومتر اللي كانت قابلتنا فيها تحديات، وتم التنسيق مع كافه اجهزه الدوله. بالنسبه للمرحله الثانيه يا فندم دي طولها 7 كيلومتر بتبدا من نهايه شارع 9 وحتى الربط على محور سميره موسى اسفل نفق الاسمرات. محور ياسر رزق يا فندم برضه ان شاء الله جاري اعمال ربطه بكورنيش النيل المعادي عن طريق محور ربط الحضارات بكوبري الدكتور صلاح الشاذلي، يتم تنفيذ كوبري يا فندم في المنطقه دي بطول 900 متر يصل ارتفاعه الى 45 متر يا فندم من الارض الطبيعيه، ثم طريق سطحي حتى الربط على ياسر رزق. بالنسبه يا فندم لطريق كورنيش المقطم بيبدا من مناطق الاسمرات يا فندم ويعتبر محور موازي لشارع 9 هيخفف الضغط عليه ان شاء الله، والطريق ده يا فندم بطول 7 كيلومتر حتى الربط على نهايه شارع 9 تم نهو الاعمال فيها يا فندم بنسبه 80% متوخي بس يا فندم القطاعات اللي سيادتك ان شاء الله هننفذ فيها الحوادث السنده عشان نطمن ان هو هيبقى ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله. الطريق كورنيش المقطم ده يا فندم بدايته راعينا سيادتك ان هو يتربط بمحور حسب الله الكفراوي، ونظرا يا فندم لتنفيذ محور ياسر رزق وتنفيذ طريق كورنيش المقطم بالعرض على سيادتك، سيادتك صدقت ان احنا نوحد الاتجاهات بعرض 7 حاره مروريه يمين وشمال محور حسب الله الكفراوي، ويبقى في دوران واحد فقط اسفل طريق دائري ثم الربط على مناطق زهراء المعادي. احنا حررنا ومش حررنا بس، حررنا وسهلنا الحركه في شرق القاهره تمام الكلام اللي احنا قلنا عليه، ثم ابتدينا نقرب شويه بشويه لغايه لما وصلنا احنا بنتكلم على رمسيس وباب الخلق وعابدين وقصر القبه وشبرا الخيطه اللي هي المناطق اللي مليانه زحمه. طب احنا عملنا كده ليه؟ احنا قلنا ان الناس هنحاول نيسر الحركه في القاهره، مش كده؟ شرق وغرب، شرق القاهره وجنوب القاهره وجنوب القاهره وغرب القاهره اللي بنعمله دلوقتي في الفيصل والهرم والجيزه، مش كده؟ تمام سيادة. والشيخ زايد. طيب هنا بنعمل كده ليه؟ عشان كل الهم او كل المصلحه اللي احنا بنعملها ان حجم الحركه اللي داخل الكتله السكانيه الضخمه
اللي جوه القاهرة اللي ما كانش فيه حل، لأن إحنا لو حبينا نعمل تحرير لحركتها بشكل زي اللي بنعمله هنا هنشيل حجم ضخم جدا من المنشآت، صح كده؟ تمام يا فندم. فقلنا إيه؟ نخلي نحرر لهم الحركة اللي رايحة لهم. بالظبط. بحيث النهاردة اللي يخرج يخرج بسرعة. اللي يخرج إيه؟ يخرج بسرعة. يخرج بسرعة. لما يخرج بسرعة يخلي يخفف الضغط ما أمكن على الإيه؟ المنطقة على المنطقة اللي في النص، مع الوضع في الاعتبار إن إحنا مساكتين. مساكتين يعني إيه؟ إحنا بنتكلم على مدينة المقطم. أيوة. مدينة المقطم كان بيخدمها شارع 9 بس. بالظبط. وبالمناسبة يا أحمد. اتفضل. أنا كنت قلت المرة اللي فاتت وأنتوا في شارع 9 أنا عارف إنه صعب إن أنت تشيل حاجة فيه. لكن على الأقل حسنوا من خواص الشارع. تم نوع فندم عمل التخطيط بالكامل وتتم العرض على سيادتك. طيب. باستغلال كل المسطحات المتاحه ان احنا نحقق عرض بدل ما هو 5 حاره يبقى 6 حاره ان شاء الله ما امكن. يبقى شارع 9 موجود، ثم بعد كده لما نخلص ان شاء الله محور ياسر رزق وكورنيش هيبقى الحركه للمقطم ايه؟ يسير ان شاء الله. سواء كان للناس اللي في المقطم او للايه؟ للمارين من خلال، مش كده؟ تمام يا فندم. وبالمناسبه انا سعيد جدا انك انتوا بتعملوا التاكسيات الخرسانه ديت عشان ما يحصلش انهيار بعد كده. بالظبط. مش كده؟ حمايه الاهلاب. الكلام ده مهم قوي ان الناس تعرفه. بالظبط. ده من التكاليف ايه؟ كبيره جدا. كبيره جدا. وانا شايفه بيتعمل هنا برضه. مش كده؟ فندم بيتعمل هنا عشان نربط كمان مناطق الهضبه الوسطى يا فندم بمناطق الكورنيش المقطم. انا عايز اقول حاجه. اتفضل. الناس اللي بتسمعنا هنا، اي حاجه احنا بنعملها هنا احنا بنعملها طبقا لاصول على اعلى مستوى. بالظبط. مش بنعمل موضوع يعني، لا مش بنشق طريق. الناس فاهمه برضه النهارده عشان اعمل حوايط ساندا كيلو ده ارقام كبيره جدا ونعاد، عشان في النهايه تيجي تجد الناس الحركه ديت سهله ليها. يمكن الناس تقول لك التكلفه دي كتير، يمكن وهي كتير حقيقي، لكن في مقابل حجم الحركه وتخفيف الاثار بتاعت التلوث، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الدوله اشتغلت فيه من بدري قوي. وانا عايز اقول ايه؟ الكتله دي بالكامل اللي كان يصعب الحركه فيها، انا عايز اقول للناس يا ترى احنا بنتحرك فيها ازاي؟ طب كان ممكن نتحرك فيها من غير الجهد اللي اتعمل ده والمشاريع المقاتل الكباري والطرق اللي اتعملت في المنطقه دي وبتتعمل في كل حته في القاهره على الاقل عشان نخفف الاثر بتاع الزحام ال 20 مليون مواطن اللي موجودين. تمام. كمان احنا سيادتك بنستغل الفرصه دي في ان احنا بنجدد جميع البنيه التحتيه الموجوده في المنطقه بالكامل. خلاص يا ان شاء الله 30/12 هنخلصه كله يا فندم، بس هنستاذن سيادتك ان القطاعات اللي فيها الحوائط السنده بس عمل التصميم جاري، وهنقدم سيادتك مخطط زمني في خلال يعني فتره قريبه ان شاء الله، مش هنتاخر كتير، ولكن احنا هنفتح الطريق ان شاء الله في التوقيت اللي سيادتك عملته، يعني 30/10 هيبقى في اتجاه مفتوح، حتى لو في بعض القطاعات فيها اعمال هنفصل عليها حركه. طيب. عشان بس يبقى الطريق برضه شغال ان شاء الله. برضه دايما السؤال اللي بساله لكم دايما واحنا موجودين، هل انتوا شايفين بتواجدكم في المنطقه حاجه ممكن نعملها نيسر اكتر على الناس في حركتهم، او نفتح مجال لاماكن الاماكن دي بالظروف الحاليه ما تسمح لهمش بالاستفاده منها؟ هو فندم ان شاء الله زي ما قلت لسيادتك ان احنا ان شاء الله شارع 9 ده باذن الله خلاص في خلال فتره قريبه هيتعرض على سيادتك تطويره، ويتم دراسه ان شاء الله يا فندم انشاء محور موازي لشارع 9 من ثم العرض على سيادتك في حاله التصديق. المحور ده هو كده بالظبط يا فندم، من اول سيادتك اللي محور الكوبري عمر سليمان هيمشي سيادتك، كان في مسارات قديمه في مدرسه يا فندم دلوقتي وهيفتح عليها ان شاء الله. اسمح لي سيادتك انا اوضح لحضرتك ان احنا ان شاء الله بمجرد نهو اعمال محور ياسر رزق ده قدرنا نبدا بمحور موازي كامل طوله 21 كيلو متر يا فندم، موازي للطريق الدائري بيربط يا فندم ما بين المناطق جنوب القاهره اسف ومناطق شرق القاهرة يا فندم ومنها للقاهرة الجديدة، طوله 21 كيلو متر يا فندم موازي كامل، وده يا فندم هيساعدنا إن شاء الله إن احنا أولاً نخفف زمن الوصول للرحلات من مناطق العباسية ومناطق كورنيش النيل سيادتك، وفي نفس الوقت هيقلل استهلاك المحروقات يا فندم معانا، إن يا فندم كان القاهرة يا فندم سيادتك مدروس إن في سنة 2020 لو ما كانش حصل التطوير اللي احنا فيه يا فندم دلوقتي كانت القاهرة السرعة اللي أنت دي فيها عن 10 كيلو متر في الساعة. طب أنا برضه يهمني في النقطة دي حاجة حلوة. اتفضل. احنا الكلام ده المرة اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا يا جماعة خلي بالكم المحاور اللي احنا بنعملها ديت الهدف منها إن أنا أخفف الحركة على صلاح سالم. تمام سيادتك. مش كده؟ وأنا عارف إن في تطوير لصلاح سالم. إن شاء الله. وهنا يهمني أقول لكل الناس اللي بتسمعني اللي ليهم تواجدات على محور الحركة بتاعتنا، سواء كانت مقابر ذات قيمة لشخصيات إحنا بنقدرها وبنحترمها أو ذات أثر تاريخي. أنا بقول الكلام ده عشان الكلام ده أنا بشوفه وبسمعه إن يقول لك إيه اللي هيشيلوا المقبرة بتاعت فلان ويشيلوا مش عارف، لا 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 يمكن أبدا إن إحنا هنعمل ده
تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها او للمناطق الايه الاثريه. بنعالج ده يا اما بكباري مش كده يا احمد؟ تمام يا فندم. انا ده مهم ان انت تقولوه عشان لسه بقى ما تدوش فرصه لحد ان هو يعني أيوه. يشوه البهد اللي انت بتعمله. في بعض المحاور يا فندم تم نهواها بالفعل. اسمعي لسيادتك اشرحها لسيادتك بصوره مختصره. اولا يا فندم محور عمر سليمان، محور عمر سليمان يا فندم بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد، ثم اعلى محور المشير محمد علي فهمي، وحتى الربط على محور جمال عبد الناصر عن طريق كوبري اعلى الطريق الدائري محور جهان السادات يا فندم، واللي تم تنفيذه بالتعاون ما بين هيئه الهندسه للقوات المسلحه وجهاز التعمير، واللي بيبدا من تقاطعه مع شارع رمسيس، والهدف منه نقل تخفيف الكثافه المروريه في الكتله السكنيه المزدحمه في وسط البلد والعباسيه. وسيادتك بيمر يا فندم اسفل طريق صلاح سالم، ثم اعلى محور الاوتوستراد واعلى محور امتداد المشير طنطاوي، ثم اعلى محور الشهيد، وحتى وصولا الى محور الميثاق. محور الميثاق سيادتك يا فندم بيمر بدءا من نهايه محور جهان السادات واعلى شارع الحسن المامون، ثم اعلى محور شينزو ابي عن طريق كوبري، ثم اعلى ثم يتقاطع مع بدايه محور المشير محمد علي فهمي، وحتى الربط بمناطق القاهره الجديده عن طريق محور نجيب محفوظ. محور شينزو ابي يا فندم اللي بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد، ثم يمر اسفل شارع حسن المامون واسفل محور الميثاق، ثم يمر اسفل شارع مصطفى النحاس، وكوبري طوله كيلو و200 متر يا فندم يمر داخل مدينه الامل، ثم موازيا لطريق السويس، وتم مراعاه تحرير الحركه المروريه في المحور الموازي لطريق السويس عن طريق تنفيذ عدد 3 كوبري وربط على محور نجيب محفوظ مناطق القاهره الجديده عن طريق كوبري الفنان سمير غانم. لو اتكلمنا يا فندم عن المحاور اللي جاري تنفيذها حاليا، اتكلم يا فندم على محور سميره موسى. محور الدكتوره سميره موسى يا فندم بيبدا من تقاطعه مع شارع جمال محمد علي اللي تم ربطه بمناطق القاهره الجديده عن طريق كوبري فريال عبد العزيز. تم تنفيذ على المحور يا فندم عدد 1 نفق، وجاري تنفيذ عدد 2 نفق يا فندم في منطقه قلب شمال محور المشير، ويمر المحور ايضا فوق محور المشير عن طريق كوبري المونوريل اللي وصل ارتفاعه ل 25 متر، ثم يمر بكوبري اعلى محور عمر سليمان، ثم يمر يا فندم بكوبري اعلى محور المشير محمد علي فهمي، وكوبري اعلى محور الشهيد، وينتهي المحور عند ربطه بمحور ياسر رزق اللي سيادتك مشرفنا عليه عن طريق نفق الاسمرات اللي امام سيادتك. احنا هنخلص تمام يا فندم. احنا ان شاء الله يا فندم طبعا نهوى الزمن تم نهوى المرحله الاولى الحمد لله في ياسر رزق 100%. المرحله الثانيه سيادتك بالنسبه لتنفيذها دلوقتي 64%، ان شاء الله الاتجاه الجنوبي القادم من صلاح سالم وحتى سميرة موسى الاتجاه ده ان شاء الله هنخلصه 30/10 باذن الله بالكامل. في حاجه ثانيه يا احمد؟ هو مش متشكر، وانا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. وبقولها ان يمكن في الاول واحنا بنشتغل الكلام ده خلال الخمس ست سنين اللي فاتت الناس ما كانتش متصوره ايه اللي احنا بنعمله. النهارده الناس باستخدام الفعل الممارسه العمليه عرفت اللي احنا بنعمله ده نتائجه عامله ازاي. بشكرك واشكر رجالتك اللي بتعمله. شد حيلك. شكرا. كما قام السيد الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد عزة عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة. أعمال تنفيذ وإنشاء طرق ومحاور جنوب القاهرة وربطها بعواصم المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة، وبعد الانتهاء بنسبة تنفيذ 100% من محور حسب الله الكفراوي الذي يربط طريق الأوتوستراد القادم من مصر القديمة والقادم من حلوان بالطريق الدائري ومنه إلى شارع 9 والهضبة الوسطى وحي الأسمرات بالمقطم ومحور ياسر رزق وطريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه حاليا يا فندم. سيادتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق بمنطقة زهراء المعادي بإجمالي أطوال 35 كيلو متر، ومنها طريق ومحور سين صاد الذي يربط طريق الاوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي، وتنفيذ محور محمد عزت عادل باجمالي اطوال 12 كيلو متر، 5 حاره مروريه لكل اتجاه. سيادتك يا فندم تم حل المشكله المروريه بتقاطع الطريق الدائري بمنطقه كارفور. سيادتك صدقت بتنفيذ كوبري للقادم من المنيب والقادم القادم من المنيب والقادم من القاهره الجديده الى المعادي. سيادتك يا فندم
تم ربط نفق السخنة ومحور الشهيد بمحور محمد عزت عادل عن طريق إنشاء شبكة الطرق الداخلية 5 حارة مرورية لكل اتجاه. النقطة اللي سابتك مش عرفنا عليها فندم هي تقاطع محور محمد عزت عادل مع طريق العين السخنة والمتضمنة إنشاء نفق بطول 160 متر 5 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء اللوبات والرمبات اللازمة لتحرير الحركة في ذلك التقاطع. وبالفعل فندم تم الانتهاء من أعمال الرمبات وذلك لضمان استمرار المرور فوق طريق العين السخنة من القاهرة إلى العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعكس. كده فندم إحنا قدرنا نربط محور محمد عزت عادل ومنطقة جنوب القاهرة بالمحاور نفق محور الشهيد ومنه إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. إحنا فندم إن شاء الله تاريخنا الأعمال الإنشائية بالنفق خلال شهر يناير، وبعدها فندم انزل أعمال الطرق، لأن فندم ارتفاع قطع طريق السخنة يصل إلى 30 متر. برضو الكلام اللي أنا بقوله أهاب وبقوله للزميل محمود، لو أنتوا في بعد وجودكم في المنطقة دي خلال فترة العمل اللي فاتت شايفين حاجة تانية تتعمل وما يعني تمام فندم على علينا وقولوا لنا امتى بقى هنخلص كده بالطريقه دي؟ سيادتك باذن الله نفق الخرسانه باذن الله اخر السنه باذن الله اخر شهر 1 الرد من فوق 30 متر باذن الله اخر شهر 2 هتكون خلصانه طريقكم ماشي. معلش بلا احنا هنفتح كده هنفتح بدل ما نخليه 5 حارات خليه 6 حارات للمستقبل عشان بحيث ان احنا لو حتى يبقى في فرصه لحاجه يبقى ده تمام مش 5 تمام 6 يبقى 6 تمام ماشي؟ اه متشكرين. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الفلاح المصري ظل على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة. كما أضاف الرئيس أن توجيهاته المستديمة للحكومة ستظل ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح المصري وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على سنوات الدعم والتمكين 8 للفلاح المصري ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي 70. وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح المزارعين وسط الأزمات العالمية. ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزراعة التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل. تقدم أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين معربين عن التقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف المهم. كما توجه أعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم. أعلنت المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمر صحفي عن تفاصيل فعاليات الاجتماع 6 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية. يعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 حتى 12 من سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما يعد هذا الاجتماع
هو السادس بعد قيام المحكمة الدستورية العليا المصرية بعقده في عام 2017، والذي يجمع الأشقاء الأفارقة من أكثر من دولة إفريقية لتحقيق التعاون القضائي الدستوري. يمثل هذا المؤتمر أهمية كبرى للدول الإفريقية لما يتضمنه من توصيات هامة تساعد على تحقيق القضاء الدستوري للمواطنين في القارة السمراء. وضع آلية مستمرة بين الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع للتباحث طوال العام على مدار السنة، بيحدث نوع من التلاقي البحثي والتدريبي. ودي يعني أنا أردت أن أزف هذا الخبر للإعلام قبل أن تبدأ الفعاليات، لأنه حقيقة هذا الاجتماع لابد أن يكون له ثمار متميزة، وإحنا حقيقة يعني هادفين إلى أن هو يحقق نتائج على الأرض، نتائج ملموسة لا تنتهي آثاره بمجرد انتهاء فعاليات الاجتماع. واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي بدأت اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر، ذلك بمناسبة اقتراب بداية العام الدراسي الجديد. تهدف المبادرة لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. يتواصل إقبال المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم مع استمرار فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهر بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد. جايب حظ مني علشان خاطر ان انا اشتري شويه طلبات لاولادي وكتب وحاجات من دواء، ولقيت حاجات رخيصه قوي. داخله اشتري حاجات كراريس وشنط واقلام وكل حاجه، بصراحه الشادر جميل وكويس وحلو قوي. حاسس بالمواطن في دخله المدارس وفي الاسعار اللي بقت عاليه شويه على المواطن، بس المبادره دي موفره علينا حاجات كتيره ونشكر السيد الرئيس عليها. معارض المبادرة التي يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضا فرعيا، تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلاتها خارج إطار المبادرة، وبتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%، إضافة إلى توافر تلك المستلزمات في 814 منفذا مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنقدم خصومات بتتجاوز 30-40%، ممكن تصل ل 50%، وفي منتجات منها بتصل لسعر التكلفة، ما بقاش فيها مكسب تمام. دايما على طول بنشترك في المبادرات ديت، لأن دي بتشيل عن الكاهل المواطن المصري، ونكون حريصين إن احنا بنوفر له البضاعة بأسعار منخفضة. مبادرة عظيمة، ونحن الآن الأسعار كلها مناسبة وما شاء الله. نحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض الأسعار. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها، وفرت كافة الاحتياجات المدرسية والسلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من التخفيضات المعلنة. عديت النهاردة على الخيمة عشان أشتري ملتزمات المدرسة، فلقيت بصراحة الخيمة فيها كل ملتزمات المدارس، الخامات جميلة، الأسعار كويسة جدا. اشتريت كشاكيل، وبصراحة أسعار مخفضة عن برة، بصراحة حاجات جميلة يعني، خدت فكرة عن المكان، ولا حاجات حلوة بصراحة. وبصراحة نشكر الرئيس اللي لقينا حاجة كويسة وحاجة كده يعني بصراحة أحسن من بره بكتير وحاجة نظيفة. إلى جانب المستلزمات المدرسية، تتوفر السلع بكافة أنواعها، خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% تحت مظلة المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أسعار غير بره خالص، وفرت معانا، وفرت كتير كمان. أنا جيت واشتريت حاجات كويسة وبأسعار أقل من السوق وجميلة جدا،
وشكرا لكم جميعا. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. كما أعدت أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية لتوزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجاً وبدائل العشوائيات على مستوى الجمهورية في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهم. احنا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. الضباط جم وزعوا علينا حاجات اللي هي الشنط، والشنط فعلا جميلة قوي، وهي كل سنة برضو بيوزعوها علينا. شكرا يا رئيس وشكرا وزارة الداخلية. كلنا واحد مبادرة قطارها لا يتوقف عند حد معين، بل هي المظلة الاجتماعية والإنسانية التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ظل حرص القيادة السياسية على ذلك. نجاح كبير تسجله مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال المشاركة الواسعة للكيانات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية وكبرى المكتبات في هذه المبادرة، ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 143 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، وتم ضبط قرابة 45 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 713 قضية، من بينها 176 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أكد ملك بريطانيا تشارلز الثالث أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أوفت بعهدها تجاه البلاد، كانت ملهمة في حياتها ولم تتخلى أبدا عن التزاماتها حتى في أحلق الظروف والأوقات. وفي خطابه الأول ملكا لبريطانيا جدد تشارلز الثالث التعهد لشعب بلاده بخدمة الوطن طوال حياته والسير على خطى الملكة إليزابيث الثانية، والتي أشار إلى مساعدتها لدول كثيرة وتكريسها حياتها لخدمة شعب المملكة المتحدة. كما أعلن ملك بريطانيا تعيين الأمير ويليام وليا للعهد البريطاني أميرا لويلز. والدتي العزيزة كانت إلهاما ومثالا بالنسبة لي ولكل عائلتي، ونحن طبعا مدينون لها كأي عائلة تدين لأمها لحبها وعاطفتها وإرشادها وفهمها ولمثلها. الملكة إليزابيث قد عاشت حياة رائعة، وأيضا هي قد حزننا عليها وعلى موتها بعمق، والوعد بالخدمة الطويلة أنا أجدده لكم اليوم جميعا. فمع الحزن الشخصي والذي نشعر به أنا وعائلتي، فإننا نتقاسم مع العديد منكم في المملكة المتحدة وفي كل الدول حيث الملكة كانت قائدة للدولة في الكومنولث وفي كل العالم، شعورا كبيرا بالامتنان لأكثر من 70 عاما والتي كانت فيها أمي ملكة وخدمت العديد من الدول.
استقبل ملك بريطانيا تشارلز الثالث رئيسة الوزراء ليز تراس في قصر باكنغهام. يعد الاجتماع هو الأول للملك تشارلز الثالث مع تراس، والتي تكون بذلك قد التقت ملكين بريطانيين خلال 4 أيام. وتم استقبال الملكة الراحلة إليزابيث الثانية الثلاثاء الماضي، وقد طلبت منها تشكيل حكومة جديدة. All those people would come to give their condolences. Your Majesty, my very, very sincere condolences. You're very kind. It's the moment I've been dreading, as I know a lot of people have. But try and keep everything going. Absolutely. كان ملك بريطانيا تشارلز الثالث قد أعلن حدادا ملكيا على والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ينتهي بعد جنازتها بأسبوع كامل. إلى ذلك قال قصر باكنغهام أنه تم إطلاق 96 طلقة مدفعية في لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بحيث تعبر كل طلقة من عام من حياتها. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوضع في مدينة أنرهودر الأوكرانية، والتي يقيم فيها العاملون في محطة زابوريجيا للطاقة النووية والخاضعة لسيطرة روسيا، محفوفة بالمخاطر وبشكل متزايد. وطالب المدير العام للوكالة رافائيل جروسي بالوقوف الفوري وبشكل عاجل لجميع عمليات القصف في المنطقة بكاملها، مضيفا أن القصف قد تسبب في انقطاع الكهرباء في المدينة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال تعزيزات إلى منطقة خاركيف الأوكرانية يؤكد الخسائر الهائلة التي تتكبدها القوات الروسية في الحرب بحسب تعبيره. وخلال كلمة له من مقر حلف شمال الأطلنطي في بروكسل، أضاف بلينكين أن هناك عددا هائلا من القوات الروسية المتواجدة في أوكرانيا، لافتا إلى أن الإلقاء بمزيد من الجنود في الحرب يعد أمرا مأساويا ومروعا بحسب وصف بلينكين. أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانس ستولتنبرغ استعداد الحلف لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقوات الأوكرانية على المدى الطويل. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال ستولتنبرغ إن القوات الأوكرانية تدافع ببسالة ضد الهجمات الروسية التي تشنها بشكل مستمر على مناطق كييف، مؤكدا أن الحرب دخلت حاليا مرحلة وصفها بالحساسة، ومشددا على أن الحلف سيفعل كل ما في وسعه لحماية حلفائه والدفاع عنهم، وأن المساعدات التي يقدمها الحلف لأوكرانيا ساهمت بشكل كبير في تغيير الوضع على الصعيد الميداني. Since the founding of NATO, she visited NATO headquarters and hosted NATO leaders at Buckingham Palace. I will always remember
her wisdom, her warmth. يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك الهلال السعودي في هذه الأثناء، وذلك لحساب بطولة كأس سوبر لوسيال على ملعب لوسيال المقرر استضافته لنهائي كأس العالم 2022. تشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وكذلك على الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. بدرجات الحرارة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة التاسعة، لم يتبقى منها سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العناوين. خلال تفقده لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أهمية عدم الانسياق وراء محاولات تسفيه جهود الدولة. في يوم عيده الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على دعم الفلاح وتوفير حياة كريمة له. في أول خطاب رسمي له، ملك بريطانيا تشارلز الثالث يتعهد بخدمة الوطن ويعين الأمير ويليام وليا للعهد. انتهت أخبار التاسعة مشاهدين الكرام، لكنها وقت التاسعة ما زال مستمرا مع الإعلامية القديرة دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء النور مصطفى. مساء النور حكمة، أهلا بيكم. دايما حلقتنا بتكون حلقة مميزة في نهاية الأسبوع، ودايما بيبقى فيها موضوعات شيقة وموضوعات جميلة بنستفيد منها كلنا. النهاردة في موضوع مهم معاكي، أعتقد أنا عرفته قبل الهوا. بيذاكر يعني موضوع المبادرات، وإحنا داخلين على مؤتمر كوب 27 والتغيرات المناخية وثاني أكسيد الكربون والتفاعلات الكيميائية اللي بتحصل، إحنا محتاجين نحافظ على الطبقة وعلى الكوكب بتاعنا من خلال المبادرات الكتيرة. مبادرة من ضمنها مبادرة
يعني مثمرة وتشجير الشوارع والطرق والميادين حتى نستفيد من كل التفاصيل دي كلها. أنا عايز أستفيد من المبادرة دي وتحديداً الشجر المثمر، لأن محتاج وأنا ماشي في طرق ألاقي شجر مثمر بالفاكهة وكل أنواع الفاكهة. كلنا محتاجينه في الحر ده حقيقي. فيش كلام بعد كلام مصطفى. لا لا، مصطفى بيذاكر ويجتهد وبيبقى يعني فعلاً دي حاجة مشجعة قوي. الحقيقة أنه في مبادرات كتير جداً من النهاردة، وأقدر أقول من شهر فات ولحد موعد مؤتمر المناخ إن شاء الله COP27، كل في تخصصه بيشتغل في مبادرات. بالتأكيد مش ممكن كلنا هنشارك في المؤتمر، لكن على الأقل كل المتخصصين يبقوا عملوا مبادرات مساهمة تمهيدية. ولما تتقدم مصر بهذا المؤتمر وبهذا الملف يبقى فيه فعاليات على الأرض. الشباب اللي معانا النهاردة يفرح، شباب زي الورد عاملين مشروعات حقيقية للحفاظ على البيئة. إن شاء الله دول دينا عبد الكريم معنا. شكرا ليك وموفقة في الحلقة، وحننضم للمشاهدين. شكرا ليك حكمة، شكرا مصطفى، شكرا كل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعة.